الصحافه ولا الشعب ولا رانا كاع يد واحده من اجل نصره الحق. علاش نكذبوا على الشعب ونمدوا له الاوهام ونقولوا له يا ودي لا لا وفلان وفلان؟ يا ودي خرج لربي عريان يكفيك. قال اسمع، حنا مدينا ملف في لجنه التحكيم ها ما كان والو، عندنا ملف اخر اللي راهم يقولوا هو ثقيل مديناه للجنه المعينه وهاو فيها وفيها وفيها وفيها. رضا عباس، هل في رايك البيان الذي نشرته الفاف مبطور او منقوص من بعض المعلومات، اي ان الفاف لم تنشر كل البيان الذي تلقته من الفيف؟ هذا طبيعي جدا. دوك انت راكي صحفيه متمرسه ونعرفك اختي، انت الفيفا تبعت زوج كاين هكذا وتجي رايحه للدار. يا ودي هذا راه نقول لك، هذا شوفي كي خرج البيان على في الليل اعرف بلي يا سيدي دوك متفاهموا، بعد هذا يعيط لهذا واصلا نخرجوه ما نخرجوش نقولوا ما نقولوش، ومن بعد مشاورات وكذا كيما نقولوا حنا، تما خض الجبل فانجب فأرا، داروا هذا البيان المقتضى بالفيفا. ما تبعتلكش ورقه، ما تبعتلكش جمله، هذا ماشي لعبه، هذا راه مصير امه، مصير امه. تبعت لك زوج حوايج يقول لك حنا ناسف لتقديركم. واش رايكم يا جماعه؟ او مازال يزيد يهضر، زيدوا كملوا ولكم الحكم يا جماعه. لايك على الفيديو، ابوني في القناه، زيدوا سمعوا كره القدم بخصوص الشكوى المقدمه من المنتخب الوطني حول مباراته مع المنتخب الكاميروني. كيف تلقيت هذا البيان وما هي قراءتك له؟ اولا الاخت، تلقيت البيان باستغراب وبدهشه كبيره، لانه توقيت النشر البيان وكأننا نعمل كخفافيش الظلام. كيفاش انت بيان بهذا الحجم وبهذا كما نقولوا احنا يدرس قضية كبيرة يجي على منتصف الليل وكأنه الفيفا بعثت في منتصف الليل؟ هذا غير منطقي، لأنه الناس اللي تحترم نفسها أولا ما يبعثوش احنا البيان في منتصف الليل، لأنه البيان هذا مصادر عليمة وصل بالجمعة منتصف النهار. علاش نخلوه حتى البيان هذا ننشروه في الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الساعة منتصف الليل؟ هذه نقطة. معليش كما كان يقول يوسف واحترم رأيه، أنه ما يهمش كما نقولوا احنا التوقيت ولا الأمور الهامشية، لكن احنا رانا في دولة تحترم نفسها. أنت اتحاد جزائري دير بيان على 12 تاع الليل وكانه ذوق جاك، هذه وحده. اثنين، النقطه الثانيه، اليوم البيان تاع الاتحاد الدولي لكره القدم اقطع بصفه رسميه الشك باليقين، واكد انه المقابله بمعنى ان المقابله لن تعاد. لماذا؟ لانه اليوم الاتحاد الدولي لكره القدم عبر لجنه التحكيم اللي راسها بيير لويجي كولينا بدات كما نقولوا احنا البيان تاعها ناسف لتقديركم، ثم تقدير تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، ان الحكم قاسم اثر بطريقه مباشره وغير مباشره على النتيجه النهائيه الفنيه للمقابله، هذه وحده. اثنين، اليوم البيان هذا نفهم منه انه برأ قاسم من كل الشبهات، لانه استعمل كلمه tous les incidents، ما قالش قال مثلا القرارات التي فيها شبهه، قال tous les incidents اللي صرات في المقابله تم دراستها وفحصها من قبل حكام تقنيه الفيديو. بمعنى انه الاتحاد الجزائري لكره القدم في التظلم تاعو للجنه التحكيم مد حالات معينه فيما يخص كما نقولوا احنا تقديرنا احنا كاتحاد جزائري، انه الحكم اثر على نتيجه المباراه. اليوم البيان تاع الفيفا قال تو لي زانسيدون، كان قادر يقول كل القرارات، قال كل الاحداث، بمعنى انه كل اللقطات اللي شك فيها الاتحاد الجزائري وشكينا فيها احنا عفوا، وكل جمعهم كلش مم لي ماشي شك فيها، انه الحكم لهنا الفيفا برأت الحكم، هذه وحده. اثنين، لا سمحتي الاخت، اليوم وش هو الوقت؟ اليوم نتسائل وش هو الملف الثقيل؟ وش هو الملف الثقيل هذا اللي بعثنا احنا؟ اسكو هذا الملف الثقيل هذا هو اللي درسته لجنه التحكيم، والا كاين ملف واحد اخر راح لجهه معينه
اليوم نتساءل واش هي الجهه المعينه، لانه راني نسمعوا الناس منا ومنا ومنا يقولوا بلي ملف ثقيل وملف هذا راح يزعزع المنظومه الكرويه العالميه. وين راح وين راح؟ اسكو راح لاكاف واش من كوميسيون؟ اسكو كوميسيون دو ديسيبلين لجنه الانضباط ولا لجنه الاخلاقيات ولا لجنه التحكيم ولا راح للفيفا؟ لمن راح؟ اليوم كل هذه التساؤلات على الاتحاد الجزائري لكره القدم. المهم جماعة كل واحد القراءة تاعو، هو هضر كلام كبير شوية وهضر كلام كثير يعني بالمعنى، ولكن كل واحد القراءة تاعو. ولكن يظهر لي الصحافة بكل تقريب راهي مويسة من البيان هذا، تقريب قراءتها للبيان تقريب. وكيحتى لي قال لك هو البيان راهو تمد كامل وشوا مكوبينو برك لافاف ايسونسيال. يا جماعة لكم الحكم، يا جماعة ابوني في القناة لايك باي وصلكم دائما جديد.